اخبار اليوم. النهارده تقول ايه الحدث الجميل ده وشايفه ازاي حضرتك؟ بنقول بالفعل هو حدث جميل جدا، لمحة جميلة، يمكن ما بعتقدش ان اليوم على مستوى العالم في لمحة طيبة لبداية استقبال العام الجديد كما شاهدناها اليوم في مصر. مشهد غاية في الروعة من امام اهرامات الجيزة اللي هي اهم بقعة في الحضارة الانسانية عموما، وبالتالي بنرسل من هنا من خلال هذا المشهد الطيب الى العالم كله، نحن نستقبل عام جديد ان شاء الله يكون مليء بالخير والسلام والازدهار بإذن الله. فندم هلا الميلاديات ان شاء الله احتفالات البدايه للميلاد الجديده. وزاره الاثار اعلنت ان عام 2016 هو عام الاهرامات، وهيكون ان شاء الله البحوث العلميه، الفعاليات الثقافيه، الفعاليات الفنيه، الفعاليات الرياضيه، العديد من هذه الفعاليات ان شاء الله سيقام في رحاب اهرامات الجيزه. فندم ان شاء الله تحيا مصر ونتمنى كل خير. حضرتك تتمنى ايه لمصر في 2016؟ تحيا مصر، واتمنى كل الخير لمصر وكل الازدهار والتقدم. ان شاء الله يكون عام مليء بالانجازات في جميع المجالات، في مجالات الصحه ومجالات التعليم ومجالات العلوم والثقافه والفنون والاثار والسياحه. ان شاء الله يكون عام مزدهر بجميع الانجازات التي يجب ان تكون عليها مصر ان شاء الله. حدث ان شاء الله قريب يا فندم من الوزاره، ان شاء الله نسمع ان شاء الله قريبا جدا هيكون في افتتاح متحف الفن الاسلامي باذن الله. شكرا جدا لك.